يا صباح الخير فيكم يا حبايب من ثلاث سارة، وهلأ بلشنا فيديو روتين الصباحي زائد كسر روتين. طبعا أنا هلأ طفيت المنبه وبدي أفيق، بس كسول كتير صبحت على ميمو ولازم أقوم على السرير، بس السرير دافي زي ما انتو شايفين. طبعا أول شي بحب أشوف شو التعليقات الحلوة بتجيني منكم، شو أخبار جديدة على السوشيال ميديا، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب، كل شي بتعلق بالسوشيال ميديا، وبرد على التعليقات اللي بقدر أرد عليها، وبشوف شو بجيني جديد من مسجات وهيك أشياء. بعد ما شيكت على كل شي حاول أقوم من على السرير، لازم نقوم. يلا يا ميمو. طبعا الشعر الله يوريكم شو حالته. وبعدين بروح على المطبخ احضر شيء اكله او اشربه. طبعا انا بالعاده لما اكون فايقه بكون مزاج مش رايق، فبعمل شيء بسيط، هوت شوكليت، وبختار اللبس تبعي بعد عنا طويل. وانا عم فكر انه عم بشرب الهوت شوكليت، أنا عندي طلعة اليوم وما حبيت أعمل روتين صباحي كالمعتاد كتير عملوه، حبيت أغير. يمكن شو حابة أعمل، ميك اب بإيدي ولا أعمل بشي طريقة حلوة؟ قررت إني أروح على ميك اب أرتست وأعمل ميك اب عندها. بس ترى شو نوع الميك اب؟ مش عارفة أخذ قرار أعمل ولا لا، يعني أنا عندي طلعة شكلي رح أعمل. أهم شي ما تنسوا تدهنوا أظافركم لما تفيقوا من النوم زي ما تكون بزيت خروع وشوية زيت زيتون، عشان يضلوا قوي أظافركم من الجفاف، ما تتجفف أبدا ولا تصير ناشفة. وطبعا بدلت ملابسي ومشطت شعري، وبنصح بهذا الكريم من كلينيك إنه كلكم تستعملوا، بيعطي فيتامين ولذرة للوجه من غير ما تحطي أي ميك اب. هلا أنا رايحة على المحل قلت لكم عليه، رح أعملكم سربرايز وراح أعمل ميك اب تبعي. هلا الجو عنا مطر، بس حبيت اكسر روتين اليوم وهيك واعمل ميك اب برا عن ميك اب ارتست، عشان عندي طلعه زي ما قلت لكم. يلا امشوا معي، الكاميرا تبللت. ووبس. مرحبا فيكم، زي ما قلنا هلا رح اعمل ميك اب عن فيرا. فيرا ما بتحكي عربي، حيصير لغه سعوديه رح اترجم تحت. اوت جرام داي يس كيس مي تي مي تو يس كيس مي يا يلا مستعدين نشوف الميك اب؟ انا مستعد. هلا انا قاعده عم بستنى فيرا تجيب مكياجي، متوتره شوي لان المرت هي قالت لي ما رح اقول لك شو الميك اب هعمل لك اياه، بس حيبقى على وشك. شو تتوقعوا حيصير الميك اب؟ خلينا نشوف. بس اول شيء طبعا شعري مش مزبوط لانه عم بتمطر زي ما قلت لكم برا، فرح اعمل شعراتي لما اروح على البيت. انا هلا بجلوس، هذا المكان اللي حعمل فيه الميك اب تبعي. اي شيء برودكت رح استعمله من هذا المحل حترك لكم الويب سايت صندوق الوصف، حتى اذا عجبكم شيء تشتري اونلاين. يلا نبلش. هلا هي عم بتجهز الاشياء اللي حتستعملها للميك اب لعيوني. هذا فونديشن مثل السيليكون، مش قوي كثير على البشره، رح نشوف رح تستعمل لي اياه. وهذا الكونتور رح تستعمل لي اياه كمان. زي ما قلت لكم الاضاءه شوي مش فاتحه، يعني تعرفوا. هلا حطينا الفونديشن السيليكون، عم بحسه هيك بارد على الوجه. هلا هذا كمان فونديشن تحت العين بشيل السواد، اذا كنت تعبانين بيعطيكم نضارة. انه هذا اللي حطيت لي اياه على العين مثل الكونسيلر، مو محتاج تحطوا كونسيلر بحطيته هذا الفونديشن. رح اترك لكم اسمه كمان صندوق الوصف وصورته. زي ما شفتوا الفرق بين هاي والفرق بين هاي. هاي اول خطوه بعمل الميك اب هو الفونديشن. عملته فونديشن بطريقه صحيحه بيصير الميك اب كله حلو بعد الفونديشن. هلا هاي باودر هنحطها على كل الوجه عشان الفونديشن يثبت على الوجه. بدي جبن العين، لازم الواحد يطلع مستقيم عشان يبين خط جبن العين بالاي شادو. هذا البرايمر هنحطه
عن نسبة الأي شادو. ركبت لكم الصورة وشفتوا هاي كتير خفيف عاجب للعين. هاي أي شادو يعني الظل اللي هستعمل العيني بهذا اللون هذا البني لأنه عملته مثل الميك اب الترابي. هلأ مع البرايمر حطيناه مع الأي شادو بيصير كتير حلو ولا بيخرب وبتماسك مع الجفن يعني ما بيروح بسهولة وبضله طبقة سميكة وبين اللون يعني برزنا اللون. هلأ هذا اللون اللي حطيته لعيوني زي ما شايفين. طبعا أنا ما بدي بس هذا اللون رح أغمقه كمان درجة رح تشوفوا الطريقة الثالثة. هلأ هذا الرقم الثاني اللي هستعمل الأي شادو أغمق من هذا. أول شيء حطيت هذا تبين طبيعي بعدين رح أغمق شوي هاي الدرجة. هذا الغامق اللي قلت لكم عليه. هلأ حطينا البرامير تحت العين. يا أخي نطق كلمة برامير ولا برايمر صعبين. بس أنا وعي بتحطوه تحت العين يفتح العين عشان نحط تحت او اي شادو تحت. هلا جينا على مرحله الكونتور. رح اجيب كيف رح تعمل كونتور لوشي. انا بالعاده ما بحط كونتور ما بستعمله ابدا بس المره هاي حتستعملي رح نشوف شو النتيجه. حطت لي خفيف لان انا قلت لها ما بتعود يعني احط كونتور. ف طبعا انت طلبي بدك كثير بدك قليل حسب انت بتحطي الميك اب كيف. هلا هذا البلاشر او الروج هنحطه على الخد. هلا الهايلايتر حتى يعطي لمعه لوشك. وهلا الايلاينر اصعب خطوه للبنات. يا اللي استعملته لشفايفي كتير عجبني والحلو فيه انه كمان ما بيمسح بسهولة يعني لو شربتي واكلتي ما بيمسح. عنجد عجبني كتير الميك اب حبيت شغلة كتير. بالعادة ما بستعمل الفونديشن وكونتور وهيك بس عجبني كتير على العين والايلاينر وهذا اللون كتير حبيته عنجد بشكر كتير. Thank you so much.